ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة 1:30 ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟ نعم لا بأس بذلك، إذا غاب القمر وهو لا يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر فإنه لا بأس أن يدفع من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة، لكن إذا كان الإنسان قويا لا يشق عليه الزحام فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى بعد الصلاة ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى. والذين يرخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا منى ولو قبل الفجر. وأما حديث النهي عن رميها أي رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ففي إسناده نظر. نعم.